وفاء بنت بلد وجدعة، والحوار معاها هيبقى سهل وسلس ومن غير عقد. ايه العقد اللي كبرت مع وفاء عامر ومش قادرة تنسيها؟ الخوف. قصة حبكو ابتدت من عند الجحش؟ حقيقي بجد، ايه القرف ده؟ ليه بيتقال ان وفاء عامر مامة ايتن؟ طب اسمعي، طيب تك 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 تك. طب اللي بعده يلا. اهم من وفاء عامر وفنها الفن ده ما هواش السوداني اللي بيترمي للقرود. احنا مش تسالي يا لب، احنا مش ترمس. ليه بتتكسفي من ادوار الاغراء اللي انت قدمتيها قبل كده؟ لان انا بأعلن عندك هنا، لو ما كانش هيجي دور على قدر موهبتي انا هبطل تمثيل. هل ده حقيقي فعلا ان جواكي صراع؟ حاجه انا عملتها اكرر نفسي فيها ليه؟ انت عايزه ايه؟ مش عايزه اشتغل في رمضان، مش مهم. انا عايزاكي بقى تحكي لنا عن زيارتك السريه للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. انا وانا مع سمر يسري في الاوقات التاليه على اون اي.